عالجت السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي قضية نوعية تتعلق بحجز أحجار نادرة ذات قيمة علمية كبيرة تتمثل في أحجار نيزكية يتم تهريبها ونقلها إلى مخابر عالمية عن طريق وسطاء لغرض استغلالها في أبحاث علمية وعرضها على متاحف دولية. بناء على معلومات وبواسطة عملية ترقب ورصد تم توقيف شخص مشكوك فيه على متن مركبة سياحية بحوزته أحجار 19 قطعة حجرية سوداء اللون مختلفة الأحجام، محتمل أنها أحجار نيزكية مخبأة بالصندوق الخلفي للمركبة. بعد إجراء الخبرة عليها من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي تبين أنها أحجار نيزكية، ليتم حجزها وفتح تحقيق في القضية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع إرسال الملف إلى الجهات القضائية المختصة.